السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم اليوم معايا. كما عودتكم اليوم حابه ندير معاكم واحد الطبق اقتصادي، يعني 100% كيفاش نحضروا مونشتو بصل والطوماطيش بغير اللحم ولا يعني دجاج. هاد الكيفيه تاع الوصفه تاع اليوم ما تطلبش مقادير كبار. شوفوا لاحظوا معايا، انا اليوم عندي زوج حبات بصل قطعتهم كما راكم تشوفوا هكذا بهذا، يعني كما نقولوا بهذا الحجم هكذا كما راكم تشوفوا. وعندي هنا بحبه طوماطيش صغار قطعتهم، بعد ما قطعتهم نحيت لهم الزريعه ونحيت لهم القشره، خليت غير يعني الطوماطيش. وانا فضلت نديرهم هكا دي بتي مورسو، يعني مرصوات غير صغار. وعندي هاد العكري اللي قلت لكم ذكرته لكم في الوصفات اللي فاتوا، يعني العكري هذا كما نقولوا فلفل فورته، بعد ما فورته درت له شويه ميكسيته، درت له شويه زيت وشويه ملح. كل ما ندير يعني طبق اللون، يعني اللون تاعو يعطي في الاكل لون عكري ويعطي فيه، ماشي غير اللون، انا نحب الكتره البنه، يعطي بنه كبيره هذا العكري. انا اليوم راني حنديرو مام للمونشتو بصل والطوماطيش. وعندي العكري شويه حار وشويه حلو، وعندي فلفل الكحل والملح والزيت، يعني عادي الزيت. نبدا على بركه الله، بسم الله. اول شيء خواتاتي اللي ندير، ندير البصل هو الاولاني، هاوليك البصل تاعي هو الاولاني، على خاطرش انا البصل نسبق نقلي البصل تاعي هو الاول. وندير 3 مغارف زيت، شوفوا انا ديما ندير بهاد لاكوياخ تاعي ما نحبش نغيرها، 3 مغارف راكم تشوفوا. وحاجه اللي نقول لكم، يعني نذكركم، هاد المونشتو بصل والطوماطيش ما طيب غير في زيتها، والطوماطيش ما يندش فيها كاع الماء، ما ندير لهاش كاع الماء، ونحطوا البصل تاعنا يتجمد ونعاودوا نولوا ان شاء الله. اخواتي شوفوا لاحظوا معايا، هاو البصل تاعي هاو تجمد لي، انا نحبو هكذا كيما راكم تشوفوا، هاو طاح كاع البصل شوفوا. وكما بقى لي غير ندير اول شيء الملح، بسم الله ديما الملح هو يكون الاول حاضر، وندير شويه فلفل الكحل ما كتروش، رشات غير خفاف هكذا ما كترش فلفل الكحل كيما نقولوا، غير فتع قهوه صغيره. وندير هكذا وحده زوج، هذا ذكرتكم شويه حلو شويه حار. وندير مغيرفه تاع الفلفل اللي قلت لكم يعطي بنه، ندير مغيرفه هكذا كبيره، ونحرك نحرك هكذا كاع التوابل كاع يدخلوا هكذا، ونزيد نخلي شويه هكا طبق تاعي يزيد يتجمر على نار قليله، ما نرميش الطوماطيش حتى يزيد البصل شويه يطيح، ونكملو نرمو الطوماطيش تاعنا ان شاء الله. خواتاتي هاوليك بعد ما تجمر لي زاد البصل شويه طاح، دوك نرمي الطوماطيش هادي اللي قلت لكم عليها، نحركو هاوليك الطوماطيش كما راكم تشوفوا هكذا، ونزيد نرمي المونشتو هاي تاعي بعد ما غسلتها ونقيتها. وقتكم ذكرت لكم هاد المونشتو بصل والطوماطيش الطيب غير في زيتها، ما تسحقوش كاع نديرو لها الماء، ونقصوا الطبق تاعنا وخلوه يطيب غير على نار قليله، وخلوها بغضها هاياك النار غير قليله دافيه والطيب متجمره. بعد ما طيب ان شاء الله نوريها لكم حاضره يا ربي. شوفوا هاياك باش نفقدو يعني الطبق تاعنا، شوفوا علاش قلت لكم المونشتو هذه يعني ما نديرولهاش كاع الماء، شوفوا الماء شوفوا لاحظوا خواتاتي شوفوا الماء، يعني هذيك الطوماطيش برك هي اللي تطلق الماء، علاش هذه اللوبيا بصل والطوماطيش ما نسحقوش كاع نديرولها الماء، الطيب غير في الزيت تاعها، والطوماطيش دوك ما بقالهاش وقت كبير وما تطلبش وقت كبير في الطياب، ما بقاليش وقت كبير باش تطيب، وان شاء الله كي تطيب نوريها لكم. علاش انا نقول لكم حبيت تطيب غير على نار قليله،
راهي طايبه غير على نقل الليله. وتشوفوا يعني هذيك الطوماطيش كيفاش الله يبارك تنقد الماء تاعها، وبعد ما طيب ان شاء الله نوريها لكم جاهزه ان شاء الله باذن الله. المشطو بصل والطوماطيش صدقوني والله غير فيها واحد البنه ما تصوروش. هاياك شوفوا كيما قلت لكم كيما انا هاد المشطو، شوفوا ما يعني غير بالزيت تاعها والطوماطيش وحد البنه ما تصوروش. يعني ماشي غير الماكولات ما يقدروش يكونوا غير باللحم ولا بالدجاج هكذا، لوبيا هكا في الصاصة كيما نقولوا نقدروا نديروها بلا لحم، لوبيا مونشتو، يعني كاين بزاف اطباق نقدروا ندخلوهم غير بلا لحم ويطيبوا بالبنه ما تصوروش. يعني هاد اليوم هاد المونشتو كنت تشوفوا كيفاش الريحه لي طالعه فيها والله، وانا زدت درت لها قبل ما طابت درت لها حباحة. يعني ديروها غير بلا لحم وان شاء الله ديروا فيها يعني كما قولوا الثقه فيا، ديروا فيها الثقه اللي نقول لكم هاد اللوبيا بصل والطوماطيش تقدروا تكون اقتصاديه وتطيب بلا لحم، وان شاء الله تسيوها وتنجحوا فيها. وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله ونتلاقاو في وصفات واحده اخرين باذن الله.